شنو رايك؟ قالت لي عاوتاني انا بنت قنيطره وكنخدم في لاباتيسري ديال لا كولوم وما كنلقاش ليش يشد ليا ولدي. لقيت وحده هكا كدير دياماندات، عرفتي شنو راهي في حي الحسني، ولقيتها غدير الخيمار وغادي شداتو لي على يتر باش نخلصها، نعطيها الاجره ديالها 4000 في الشهر ولا 5000. شاده الوليد عدد كاين الحضاره كاين القرايه، لقيتها غادي تعمل له الحوايج مدرب له وغتمشي تطلب به. شنو درتي معاه؟ خدمت معها سلبيا، خفتها لقيت عندها مرض عقلي ولا لقيت عندها ماشي هذيك هي مربيه وت... شنو ما بغيتش انا صافي ملي نحمد الله ملي عقت صافي وديته للوالده ديالي وكندير لا نافيط. واخا شنو الراي ديالك في ذوك الامهات اللي كيعطيو ولادهم كيكبروهم للناس الاخرين؟ الام لا كتديرها بالعاني وتتكريها لا خصها الحبس. انا ندرج معاك خصها الحبس، واش هذا ولد ما عندهاش هذيك الحس ديال الكبده؟ انا ما عطيتش واش المشكله كتهز الوليد بسنانه وانت تلوحي تعطيه المربيين تعطيه يتكرى باش تشدي سير خدمي. كاينه خدمه كاين اشغال كاين ولادي ديري على مسمنو الحرشه راه كاينه خدمه كاين، علاش نعطي ولدي نكريه؟ الولد يخرج مشمكر مصاخ ما لا قرايه. نفضل هي كاينه. انا خليت ولدي ملي كاع دخل ليا الوسواس دخلت ولدي لالا اسماء لالا سلمى هذيك لالا مريم يا ربي تسمح ليا لالا مريم بقى الثمن مناسب بقى ديك الوقيته بقى حتى ولا تدري نوقف ودخل مدرسه عادي. انا يلا 4 سنين باش مشيت من كازا 20 عام وانا في كازا وانا في قنيطره ربيت ولدي دابا عنده 18 عام. هذه ظاهره ولات مندرجه عندنا في المجتمع، يعني ما بقاتش عندنا كنقولوا لا متسوي، يعني ولات عادي عندنا فيما كدوز فيما كدور غير حداك كتلقاي متسوي هاز الطفل، ولا اصلا ولاو الظاهره ديال السوريين ولاو كيديروها مغاربه، يعني كيعلقوا معاهم دي بلايك كيقولوا باننا سوريين ملتجئين لكازا، يعني عاونونا هما راه غير مغاربه، يعني هاد الظاهره ما بقاش عندنا فيها مشكل ولات دارجه على المجتمع. فيما درتي فيما دزتي كتلقاي متسوي لا متسويله، ما كاينش يعني كيف كنقولوا كما دار ودار الايتام ودار العجزه يديروا دار المتسولين، يعني اللي يحميوا فيها المتسولين يعطوهم ياكلوا ويشربوا. كنلقاهم انا كنشوفهم في العوينه الحاره في بورغون دايرين لهم واحد ليسباس باش كياكلوا فيه ما كيحيدوش من تما. يعني شفت واحد المنظر انا ما عجبنيش، يعني وحده والده واحد الدري تصوره غير باش ما يبكيش كتعطيه الشيفونه عامره سيليسيوم باش ما يبكيش كتعطيها ليه كيشمها باش كيسكت الدري. يعني راه ولات عندنا ظاهره يعني اللي ما كنبقاش نقولوا لا حشومه تسول، ولات عندنا اي واحد يقدر يتسول. كتلقايه شاب يعني قاد يخدم وقاد كلشي كيقول لك اختي انا جاي من وجده راني ضايع هنايا عطاني باش نركب، وانت يجمع من عندك 5 دراهم ودي يجمع من عنده 10 دراهم راه يعني ولفها ما كيتعب عليها ما كيدمر عليها ما والو. يعني ولات كتجيهم تسول ظاهره عاديه، يعني ما كيبقاوش صافي كتجيهم يعني لي اش غنقول لك ما بقاوش باغي الخدمه ولات كتجيهم يعني ما كيتعبوا عليها ما كيعرقوا عليها ما والو كتجيهم اللهم يتسولوا وصافي. هاد القضيه عاوتاني كل واحد والظروف ديالو عاوتاني سمعتيني، كاين اللي ما عرفش مالو غيدير الواجب ديالو خاصو يجيب لها الدواء، كل غيحس بمو كيدايره واش فهمتيني، ماشي واحد عنده فلوس عنده كل شيء وناس البشر فهمتي، كاين واحد مميت واصله الموت وما عندهاش باش تجيب الدواء ضروري عاوتاني ما يخرج بشحال من حاجه يعرفها يطلب باش يجيب لها الدواء. بالنسبه للامهات كيكبروا ولادهم صغار، يعني كتلقى طفل عنده 2 سنين كاري همو باش يجيب لها الفلوس، اشنو كيبان لك في هذه القضيه؟ هذه حاجه لا خاصهم ضروري ان شاء الله في ولادهم سمعتيني ويكبروهم فهمتيني ما يخرجوا يخدموا على قبلهم. يعني هذا راجع لان عدم يعني ما كاينش عندنا واحد المؤسسات اللي انهم الرعايه وما تكونش انهم يديروا لنا فرص الشغل بان الانسان يحاول انه يخدم على راسه، فهذا الدافع هو الاساس اللي كيدفعهم انه باش يتسولوا بولادهم يعني ما كاينش فرص الشغل. والله الا سمعت هذا الشيء لان الفقر كي 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 كيورث مصايب كحله، الا ملي تكون فقير تقدر تقتل تقدر تشفر تقدر تبيع الدراري تقدر، لذا الفقر مصيبه. كاد الفقر قال الرسول صلى الله عليه وسلم كاد الفقر ان يكون كفرا. الانسان ملي كيولي فقير كتعملي البصيره باغي غير الفلوس باش يعيش، ما كتقبوش هذه واش حلال ولا حرام ولا هذه ولا هذه، ما كتهموش هذه المساله واش فهمت. ولكن كاين بعض الناس فقراء يعني وعندهم ابنائهم يعني ما مسامحينش فيهم. كاين ناس يعني فقراء لكن الحمد لله مقتنعين بذاك الفقر اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى وكيتمشاو على حساب داك الشيء اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى.
وقنعانين في الداخل ماشي فهمتي، لكن الحياه اصبحت صعبه، الحياه اصبحت صعبه، ولات كل شيء فلوس، الناس ما كتبقاش تسول منين جايه الفلوس، اعطيني الفلوس نعيش، وتتمبل تما هذا الشيء اللي كيقولوا، ما كيعرفوش بان الله سبحانه وتعالى كيحاسب على الفلوس وكيحاسب على كل شيء، وكاين كاين العذاب وكاين العقاب وكاين يسولك على السنس منين جاي، الناس ما كيسولوش هذه المساله هذه، فكتصبح فوضى يا اختي، تصبح فوضى في هذه المسائل، ما شاء الله وخلاص، والانسان كيبغي يعني يصلح، لكن ما كاينش معامل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.